وداع رمضان. آهو شهر الخير قد تصرمت أيامه وتقوضت أوتاده وخيامه، فحق لنا أن نحزن على فراقه وأن نذرف الدموع عند وداعه. وكيف لا نحزن على فراقه ونحن لا ندري هل ندرك غيره أم لا؟ كيف لا تجري دموعنا على رحيله ونحن لا ندري هل رفع لنا فيه عمل صالح أم لا؟ وهل ازددنا فيه قربا من ربنا أم لا؟ كيف لا نحزن عليه وهو شهر الرحمات وتكفير السيئات وإقالة العثرات؟ يمضي رمضان بعد أن أحسن فيه أقوام وأساء آخرون، يمضي وهو شاهد لنا أو علينا، شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وبره وإحسانه، وشاهد على المقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فلله كم سجد فيه من ساجد، وكم ذكر فيه من ذاكر، وكم شكر فيه من شاكر، وكم خشع فيه من خاشع، وكم فرط فيه من مفرط، وكم عصى فيه من عاص. ارتحل شهر الصيام فما أسعد نفوس الفائزين، وما ألذ عيش المقبولين، وما أذل نفوس العصاة المذنبين، وما أقبح حال المسيئين المفرطين. تذكر أيها الصائم وأنت تودع شهرك سرعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام، فإن في مرورها وسرعتها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. قال عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتذكر دائما أن العبرة بالخواتيم، فاجعل ختام شهرك الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله اللهم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.